اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه الى يوم لقاء الله وسلم تسليما كثيرا وبعد نبدا اليوم في المحاضره الاولى لمساق الثقافه الاسلاميه للدبلوم والبكالوريوس مع العلم انه بالنسبة للامتحانات حتي يكون الطالب علي بينة اربعين درجة للنصفي وستين درجة للنهائي ان شاء الله تبارك وتعالي دائما بالنسبة لأي مساق لابد من تعريفه ونحن نهتم بالتعريف الاصطلاحي لا التعريف اللغوي تعريف الثقافة في ال اصطلاح هي المعرفه التي تؤخذ عن طريق الاخبار والتلقي والاستنباط كالتشريع والفلسفه والتاريخ وهي تؤثر في سلوك الانسان وفي نظام حياته يعني الثقافه هي المعرفه اي معرفه تؤخذ عن طريق الإخبار أن يخبرك إنسان أو التلقي أن تجلس إلى محاضر أو للسنباط تس تستنبط حينما تقرأ أي كتاب هذه المعرفة تؤثر في سلوك الإنسان في سلوكه في معاملاته في أخلاقه إلى الأحسن وفي نظام حياته هذا بالنسبة لتعريف الثقافة في الاصطلاح اما تعريف الثقافه الاسلاميه يعني هناك فرق بين تعريف الثقافه اصطلاحا وتعريف الثقافه الاسلاميه اصطلاحا اما تعريف الثقافه الاسلاميه اصطلاحا فهي كل ما يتعلق بالمعارف والقوانين والضوابط التي عليها مدار وفهم الاسلام ل تنبثق عنها فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة والسم الدين ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دائما لما تسمع كلمة إسلامية يعني لا بد أن نرد ذلك إلى أهم مصدرين من المصادر الإسلامية والشرعية ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لكن في سؤال بسيط العلماء يذكرونه في كتب أخرى وهو ما الفرق بين المثقف والعالم؟ ما الفرق بين المثقف والعالم؟ فقالوا أن تعرف شيئا عن كل شيء فأنت مثقف. وان تعرف كل شيء عن شيء فانت عالم كمان مره ان تعرف شيئا عن كل شيء يعني بيكون لدى الانسان بعض المعرفه حول اللغه العربيه مثلا حول التفسير حول الفقه حول الجغرافيا حول الحاسوب عنده بعض المعلومات تعرف شيئا عن كل شيء فانت مثقف نقول عنك بانك مثقف أما أن تعرف كل شيء عن شيء فأنت عالم مثلا واحد عالم في النحو واحد عالم في التفسير واحد عالم في الحديث يكون قد ألم بكل جوانب هذا العلم فنقول عنه بأنه عالم إذا أن تعرف شيئا عن كل شيء فأنت مثقف وأن تعرف كل شيء عن شيء فأنت عالم. ننتقل بعد ذلك الى نقطه الا وهي ما اهميه الثقافه الاسلاميه للفرد المسلم الثقافه الاسلاميه لها اهميه كبيره للفرد المسلم تمثل ذلك في اربع نقاط النقطه الاولى تهتم الثقافه الاسلاميه بالفرد المسلم من المهد الى اللحد يعني من يوم ما يولد الإنسان ها يطبق عليه الشريعة الإسلامية نؤذن له في الأذن اليمنى نقيم الصلاة في الأذن اليسرى أول شيء يسمعه المولود ها الله أكبر لا إله إلا الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه نقطة الثانية تعمل الثقافة الإسلامية على إعداد الإنسان المسلم الصالح الرباني وليس المواطن لأنه نحن لا نريد المواطن الذي يعيش في وطن فقط أن يكون صالحاً أما حينما يخرج إلى بلد آخر يفعل السبعة وذمته كما يقولون فهذا ليس من ديننا يجب على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ثلاثه الثقافه الاسلاميه تحدد شخصيه الانسان المسلم عن طريق العبادات من صلاه وصيام وزكاه وصدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان اربعه تعمل الثقافه الاسلاميه على اصلاح الانسان المسلم لان الاسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان بثقافته وعلومه وأحكامه وأخلاقه هذا بالنسبة لأهمية الثقافة الإسلامية للفرد المسلم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أهمية الثقافة الإسلامية للأمة ويكون ذلك في أربع نقاط أيضا النقطة الأولى تحدد الثقافة الإسلامية للمجتمع وجهة نظره على الإنسان والكون والحياة نين؟ تجعل الثقافة الإسلامية الأمة في الصدارة بين الأمم كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثلاثة تساعد الثقافة الإسلامية الأمة على اجتهاز المحن على الصعيدين الداخلي والخارجي بالنسبة للأمور الداخلية كما حصل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ارتد كثير من المسلمين فالنبي علي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم وقال والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه وفي رواية لو منعوني عناقا العناق يعني الجدي الصغير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه لأبي بكر لقاتلتهم عليه هذا محنة آه تحن بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما المحن الخارجية كالغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد الكفار والنبي عليه الصلاة والسلام غزا سبعا وعشرين غزوة وأرسل ستا وخمسين سرية أربعة تعتبر الثقافة الإسلامية المقياس الدقيق الذي تعرف به الأمة أو تعرف به الأمة ماذا تأخذ عن غيرها فالحكمة كما قالوا الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها مثل حفر الخندق في غزوة الأحزاب هذه الفكره ليست فكره اسلاميه وانما هي فكره فارسيه اشار بها سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه الى النبي عليه الصلاه والسلام فوجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير العميم فامر بحفر الخندق ولو انها اتت من عبده النار من اهل فارس لكن فيها مصلحة أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تليها أهمية الثقافة الإسلامية للعالم. تتمثل في ثلاث نقاط تعمل الثقافة الإسلامية على دفع وتوحيد الفكر البشري إلى الأفضل كل البشرية. اثنين تعمل على رفع الظلم العالمي ليحل الأمن والسعادة بين الأمم. كما نرى اليوم الظلم انتشر خاصه على الامه الاسلاميه من قبل عربده الكفر في العالم متمثلا في امريكا وحلفائها تعمل الثقافه الاسلاميه على انقاذ الانسانيه من التفرقه العنصريه السائده في الغرب خاصه باللون الاسود والابيض والاسلام جاء لكي يوضح لنا كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي واعجمي وابيض واسود الا بالتقوى لا نميز بين لون واخر لان الجميع في ميزان الاسلام سواسيه النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ذلك والله عز وجل قبل ذلك وضح لنا في قوله تعالى في سوره الحجرات ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقط التقوى هي التي تميز الافضل عند الله عز وجل وليس له الاسلام لم ينتشر بالسيف كما يزعم البعض لا الاسلام الله عز وجل وضح لنا في القرآن الكريم في قوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الإسلام انتشر بالأخلاق الحميدة، بالصدق، بالأمانة التي كان يتصف بها التجار المسلمون حينما ينتقلون من بلد الى اخر فهذا جعل كثيرا من غير المسلمين فان دخلوا بالاسلام ونحن اليوم في امس الحاجه الى ان نلتزم باخلاقنا وادابنا حتى يدخل الكفار في هذا الدين العظيم ننتقل بعد ذلك الى نقطه مهمه الا وهي مميزات الثقافه الاسلاميه هناك خمس مميزات للثقافه الاسلاميه الاولى الثقافه الاسلاميه ربانيه اي مصدر مصدرها من عند الله من عند الرب سبحانه وتعالى وليس من عند البشر ولذلك الله عز وجل قال اقرا باسم ربك الذي خلق والنقطة الثانية أن الثقافة الإسلامية تتصف بالشمول والتكامل والتوازن ولذلك قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان لربك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا. وفي روايه وان لزورك يعني لزائرك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. ثلاثة من مميزات الثقافة الإسلامية أنها عالمية أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى للبشرية جمعاء وليس للعرب ليس لقريش فقط بل إن الله تعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اما الانبياء الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام فكان كل نبي وكل رسول يرسل الى قومه خاصه قال تعالى انا ارسلنا نوحا الى قومه فقط الى قوم ان انذر قومك قبل ان ياتيهم عذاب اليم والدليل من السيرة على عالمية الثقافة الاسلامية دخول سلمان الفارسي وصلاح الدين الايوبي الكردي وصهيب اه صهيب بن سنان الرومي والامام البخاري وبلال الحبشي كل هذا يدل على ان الاسلام عالمي وليس مقتصرا على قريش او على العرب الميزه الرابعه ان الثقافه الاسلاميه انسانيه النزعه يعني هي صحيح تختص بالانسان لكن في نفس الوقت تهتم بالمخلوقات الاخرى ولذلك الاسلام يهتم بالحيوان ويهتم بالطير ويهتم بكل المخلوقات والنبي عليه الصلاه والسلام بين ان امراه دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فالإسلام يهتم بالإنسان ويهتم بكل المخلوقات أرى النقطة الخامسة الميزة الخامسة وهي الإيجابية أي أن الثقافة الإسلامية تحقق السعادة والهناء والفرح والهداية لكل البشرية إذا التزمنا بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا بالنسبة لمميزات الثقافة الإسلامية الآن نأتي إلى الدور موضوع آخر ودور الثقافه الاسلاميه في المجتمع المعاصر وينقسم الى عده نقاط النقطه الاولى اصلاح الحياه ولذلك الله تبارك وتعالى قال في القران الكريم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وكما قالوا الجنه عروس قهرها قهر النفوس ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما هاجر من مكه الى المدينه اصلح النفوس واخى ما بين المهاجرين والانصار وما بين الاوس والغزة النقطه الثانيه توحيد الامه ونحن اليوم كامه اسلاميه نحن في امس الحاجه الى ان نتوحد. اعداؤنا يريدون منا ان نظل متمزقين متناحرين متقاتلين وهذا الذي يريده العدو لكن الاسلام قال لنا كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكما قال سبحانه وتعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون وفي ايه اخرى وانا ربكم فاعبدون ولذلك نحن في امس الحاجه الى ان نتوحد لان الامه الاسلاميه اليوم عددها تقريبا 2 مليار مسلم من العرب ومن العجم والعجم اكثر بكثير من العرب فلو ان الامه الاسلاميه اتحدت لاصبحت قوه عظمى في العالم لكن العدو عنده سياسه سياسه خبيثه قديمه وحديثه تقول فرق تسد لا يريدون لنا ان نتوحد انظر اليوم ماذا حصل لنا للامه الاسلاميه ماذا حصل في في اليمن ماذا حصل في سوريا ماذا حصل في مصر ماذا حصل في ليبيا وهكذا العدو يريد لنا دائما ان نظل متفرقين لكن الاسلام امرنا بان نتحد ان نتحد وان نكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى لاننا اذا اتحدنا اصبحنا قوه كبيره لا يستطيع اي او لا تستطيع اي دوله او اي تحالف ان تقف في وجهنا. النقطة التي تليها حماية الأسرة، الأسرة المسلمة. الله عز وجل نحن نعلم في البداية نعلم أن أول أسرة وجدت على سطح الكرة الأرضية هي أسرة آدم عليه السلام. وبدأ بعد ذلك التناسل، ولذلك الله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، و وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاسلام اهتم بالاسره المسلمه اهتماما شديدا ليس كالغرب الذي يوجد عنده الفساد الاخلاقي والدعاره والانحطاط وكل الوان الخسه والنذاله نقطه اخرى من دور الثقافه الاسلاميه في المجتمع المعاصر اثارها ونتائجها في المجتمعات المعاصره في الجاهليه كان هناك عقائد فاسده منحطه فاجره وكانوا يطوفون حول الكعبه وهم عراه وحينما تسالهم لماذا يطوفون عراه قال نحن لا نريد ان نطوف بالثياب التي ارتكبنا فيها المحرمات والمعاصي ولذلك افضل شيء ان نطوف عمر ولذلك بعد ان جاء النبي عليه الصلاه والسلام وهاجر الى من مكه الى المدينه ثم عاد في فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام امر عليا رضي الله عنه ان يذهب الى الكفار وان يقول لهم لا يطوفن بعد هذا العام عار ونهى وحرم الاسلام الطواف حول الكعبه والانسان عاريا هذه من المعتقدات الفاسده التي كانت في الجاهليه الله عز وجل امرنا بالتفكر في ملكوت السماوات والارض فقال تعالى اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وقال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وكما قال عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين نقطه الخامسه اثرها في بناء المدن فان الاسلام اهتم اهتماما شديدا في التخطيط في بناء المدن وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الرقي الذي وصل اليه الاسلام ولذلك اهم المفاهيم التي وجهت اعمال المعماريين في تخطيط المدن هي اربع نقاط النقطه الاولى البساطه والابتعاد عن البذخ والتبذير يعني لا يبني الانسان بيتا بملايين الدولارات يبني بيتا له يعني بيكون بسيط ويعيش فيه حياته والا يبذر بالاموال في هذا البناء اثنين تامين الشعور بالاطمئنان والامن المعيشي ولذلك حتى في البلديه اليوم يوجد لابد ان يكون هناك ارتداد ما بين البيت والبيت الاخر جيرانك لا تكون البيوت متلاصقه بعضها ببعض حتى يسمع جارك ماذا تتكلم في بيتك ها؟ تأمين بالشعور والطمأنينة والأمن المعيشي وستر العورات ثلاثة الأخذ بعين الاعتبار سهولة الوصول إلى المسجد وإلى الدواوين مؤسسات الدولة يعني مثل الوزارات المختلفة أربعة تيسير التنقل حتى على الدابة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو تعثرت بغله في العراق في روايه اخرى غير موجوده في الكتاب لخشيت ان يسالني الله عنها يوم القيامه لما لم تصلح لها الطريقه يا عمر لما لم تصلح لها الطريقه يا عمر هذه يعني خمس نقاط لدور الثقافه الاسلاميه في المجتمع المعاصر اعيدها مره ثانيه باختصار اولا اصلاح الحياه ثانيا توحيد الامه ثالثا حمايه الاسره المسلمه رابعا اثارها ونتائجها في المجتمعات المعاصره خامسا اثرها في بناء المدن يذكر الكاتب بعد ذلك امثله على المدن الاسلاميه مثل البصره والكوفه والقدس والقاهره والقيروان في تونس ودمشق وغرناطه في اسبانيا وبغداد هذه يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره